الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى وصف نبيكم الكريم الذي جعله قدوة لكم بأنه كان يأمر بكل معروف وينهى عن كل منكر. أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى وحكسي في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أو شيء إنه يهي كم مدرين إنه كد ينات صلاة إنه كد جنه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحيل هاي كسي في إنوها مدت كفر ونا جوردن كان الرب كوانية حمانة نوعية جوردن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وصفات كي تلمامه نبي محمد إلهي وشاقي وناقا يوفريا حمان تنوى كريبية إلهي سبحانه وتعالى مركلة إيواناقا اللي يصفر حمان تنوى كريبه وحاو كدري صفات كمؤمنين تأمو قشد بضن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن انتوا كوحكتا وإيمانك ولا ليه ولا قيس لك عليهن سمها ييدت كفران حمانتنا ويكرب أنبولي الله سبحانه وتعالى وحيتاسي موشينيسا قفكو إنو حمانتا كدام قضو ونا قيس لك سمينا وشعلادا مربا وحي اللي كان يسا إيمان كيسو انتو الليقي هاي يكود يشد ونهي محمد كود ينهي عليه الصلاة والسلام هير كأي درجة داي قارسي سنت هاي قفك إيمان كيسو قوة بو يهو نغضا مدحوك بضان وناك فرستي سي حمان ريبستي سايا بضاتا قفك هدو إيمان كيسو ضعيفنا دان كم الله إله إلا داعي إلا عاسية إن إيدادكو حمان سميان يين وناك سميان إن لقد تجو وناك فرست يحمر ريبست إلى وحى وكدري صفات كمنافقين تا أن قلب جود بإيمان كشرين أو مقشرة بدن. فقال الله سبحانه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إلهي سبحانه وتعالى وحد المام حتى يقوينا ندى عادي الصوهين وحكت النمو حكت النمو نبي هي استعايل إنانو كدحين وناقل يكفر الله هاي حمام بيدات كفران وناقل ندتك ويكريبان ويكوانيان. أيها العبد المسلم وحلق يا بينا داد وشعش هاي إنو إلهي حولك سين لها أتصدق ليسته وأشر كودا الله كل أنت يوم القيامة واتكفر أحده وحد وقاتا إن أدنغان كرتمت صدق الله بحب بدون مال هذه قوة ولا بحن وحيابات تاكوسة علي كوفضين وحكم إذا إن أدتك وناء قفرت وحمان تكربت وناء كستو أدتك أدفرت وصدق حمان كستو أدكربت أنا وصدق. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة وناقدتك الله فره يا حمالك الرباء والصدقة. أيها العبد المسلم أسباب توا وين إلهي الدومها وقدم بدافة قارهان وقدافة صغير تيدن بيضا يرير وحاكم إذين وكشقية الدومك وناقباهن تي حمال ريبست ومضوه إنا يقول الدنيا مدى خرب القاران أسباب تهوى وإنا إلهي سبحانه وتعالى وشاقه وحاكم إذا إنا نقدان كوى وناقه يصفره يحماه نيسك الريبي
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها المسلمون عباد الله، حمانتو دمانتيد بووي انتهي مركا لايقو الله ايكا عريسين ايسي امر كيسي لغو خلافي لكن ويسيك لواوي انتهي حمانتا نوعيه دا ادرا وحاكمي دا حمانتا دادكا كدح موقتا اقفكا سمين يا الله صوبا بح ايانو قرصر ايانو لحي الشور لبس سببوت بحمانتا سيكوا دادكو اي قرصدان ويوقدر انتهي سابتكو واد وحي تهي وحي كانتا عقاب قود وكي سميني إيا كوة كلابة كودعا وكوها بسدا كارهان عدي واجب كودي قودا ويدي إحمان تاسير ريبي ويدي كديدي ويدي عبد الله بن مسعود حكور إليه محمد عليه الصلاة والسلام إنه يري ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا حلوا بأنفسهم عقاب الله رواه ابن حبان بإسناد حسن. هذه لبضة حمانودة واوين وزندة هي الربض دادا يكدح موقدان وسمو قد تدحه دالله قصة ماينيه داد كاسي وحي واجب سديني متيستين عقاب كإلهي إنو كهب سدر عقاب كإلهي إنو كهب سدر صاب لغا ما ديجين إنه داد كاركود زينيستان من ربضة السميان وقرة وحصاب لغا ديجي ظهور ذلك بينهم أرن كاسي إنو كسو إنو كدح مغضو كسو إفبحو. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي رواه ابن ماجه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون ولا أوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. تدك هذه فاحشة يا حمان تزين ذي وحي لها المال يكدح مغضان ومذا لا لحشون هين ولا قرصنا هين أي نقطة إلهي وحا وكو عقابا حنون ددك يجكور ري آني أقول مركا حمانتي حتى يعلنوا بها هذه لا صوبا بحو الله موچستو حنون ذي مصائبتي يدباتو ينكاسي صابو نغانيسا صابت اللباد حمانتا تدكدح مغطا يقدر انتهي تددك قاركود سي قرصون اي وصميني وحي تهي قفك حمان تلا صوبا بحيا ميد لغو هادلو ميد قعمها لغا صميني ميد قفك دوشي سكا موقتا ميد حق الى ومي لغا قدعيا ميد حق خلقي ومي لغا قدعيا قفك نوعا سي مجاهر بالي رادا وحمان موچستي حمان تاسي قفك وموچستان ايا إنو حمان سمين أيها وقوركم أيكا حمانك لأي دباتوين كلاي وضطه وحد ابن بطال رحمه الله سيبن حجر وكشهي في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله قفك حمان تيه معصية موتي صنية اسمه قطو سمينية أمرك ورسي قرصون انتو سمينية هدنا كور رمية بيسو كفر حصدتك وكشهي كيرية وحفظ الله استحق إلهي حق رسولك وبصالح المؤمنين وحكلو فضيست دتك مؤمنين تي معصيه واي ديبايسو حق ودين وفضيست ومنه ضرب من العناد لهم وانا قف كعرك سنايا دتك مؤمنين تا و خو كدغيه انو ليهي وليجين بك حماد قلبيين هغبتو وان سمين وان موتي سنايا محادقه قادي كرتا وحكلو كجيره حمان تقفك وموتي سنايو دعوه اليها باللسان الحال وحو كدغي هي ددك انو اوغو ييريو وايي ددك قار كود بو ايمان كود ضعيف هي شخصيت دود هي ضمير كود نو هوسيا او دقن كود و هي امع واخ كاستو عيدي اي سميسبا اني كغا ديدان واي كدبا سميان مركا دد با وها ان لوغو ييرو خمانتا اوغو فيلان ان سي موقته دخلودا لوغو سميه او قره ولهذا ابو النبي يقول كل امتي معافى الا المجاهرين رواه البخاري ومسلم وما دايرنا ولا عافينيا كو حمانتا موچست موياني سداس ايا حمانتا دد كدح موقتا الا موچسانيا او قدرنت هاي تدد قار كود سي قرسون اي وسمينيان نعوذ بالله من منكرات
الأخلاق والأعمال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. أيها المسلمون عباد الله، حمانا بدن باتشيرو السوق يدينا ما أنتك موغلة حمانا سوى حكم إذا غشك أوقف قدتك شيء قويبنا أيه وناقي سينو أموتشيو أفيارك بينو أموتشيو حمانتي سنينو كقريه حمانا سوى حكم إذا عيدة. والنبي يقول السباة والمسلم فسوق وقتال وكفر وحكم إذا نعدش حمانا سوى حكم إذا هيساها موسيق قوطا القواردي ذا قار كود كصوب حي يدك دغودا سو غاريه اما كشيدان غوبها غنعسي اما ميله كلبا حمانهاس وحا كميده تبرج النساء في الاسواق ان يدمركو بلا حجاب سوقيده او بحال حمانهاس وحا كميده اختلاط الرجال بالنساء رجا يدمركا ان محرم ايو حاستون اي سواهين ان يسدخغلان سوقيده غوبها عافيماتكا غوبها وحبرشو قاديد كعام كيك قودة دادكو اي وضر راعان حماناسي وحاكم إذا دارت إلهي عيدان هاي لغو دارتو ورسولكو شركو وكو شاقين وحاكم إذا كو وين دادك قاركو ديناد كمقاشو يغو داد دين تايب برياهي إلهي عيدان هاي يغو ويديسلي وحي إلهي ونوبحين كرو وحاكم إذا دادك قاركو ديني أفلقات دو قودان الله أبوري رسولكي قيمها بدنا إلهي وصد ديري سيايا الدنيا آخرة بوبدبادان دينتا إسلامك إدنتو دو كتيرتا الدنيا خربة حمانها نوع عاسية ضدك إنفر ببضنون سمين هين واتشباي كقابيين كقابيين باتشراي واتشب كاسوا محي وإن ضدك حمانتا سمين إياي كالريبان ورو الإلهي كبقو إسكده ضدك أقارها الموتش السنية ضدك حقوق دا إلهي ضيعي أيوجي إن تارك الصلاة نيهين، إن يوين أجا فرار، ورذا وإلهي كبقو صلاة دتك، وأنا جدك كلا نواص إذا سوكله صلاة دوات صلاة أونه، واحد مودة دتك إن ينبذروا كم دين يأمنين، وأنا جا إلا يسفرح مانته إلا يسكر يبا إن يتعيش قاعد جار الله دري، وارن قف كستو مؤمن الله دري، أو مدى نبي محمد كم يدا، مرة منكم منكر فليغير بيدي. فإن لم يستطع فباللسان فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان مد كستويد كم يضع حمان أركع حمان تاسيها بابيو قعنتي ساكو بابيو هدو أودو ليه تلدي سنة يهوستي مع الضوء منكر كعدة القصة ما يشى القصة مين يا معدة سمينيس هدانو أودينا أفقها كهدو والحمان تيسكدا إله يكبغ دهيرا هدانو إنتا أودينا ودبات تتاكوين وكبغ ينا حمانت قلبي كان عماش القصة ميني هايسك قتل واصفاء المؤمنين تلي يسين هراو الشاقل شرد وما هاي ردتك ولا قفرت أما حمانت هتكرر يرتو إن العالمت أما الشيخ هاتاي إن المؤمن تايبا كوكوة تشيبين إسا إسلامار كان أتقران إسو وحان لصمين يأينو حماية وحان لضيعي لقتل يأينو يهي وحوان أكسر وكم إذا حقوق ضي يفر اللضا إلى كتابك سوكوة تشيبية أما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، حمانت السوقية ذا هي قوبها مقدل وقصمين أيها وكوة شيئا يتصال يالويهين هديها إنو كامسنو شيدانك يددك السمين يدبدا وكري حيابه ويسور ديرنيا مالين ومالين تكدم بيسان ويسي بضرسا هدي سوقف وليبا واجب كاسي وقطو يسوكو احتسابي إلهي أجرك قدوني تدكو أدد مسلمين وقلبي قود إيمان كتيرو واندو ينفع عيسى وقياران مركو قف وليب الله الله قف كي حمان تكو هاد ليام السميني موشي سنيي قف كو حشوني وقياران حمان تيسي قرصون وهوسي أيو سميني ودكتهين إلا عايو إلهي رسولك عليه الصلاة والسلام يدين الإسلام دلكي نسيكو هانجرتي ما أنت إلهي با مهدد له آد بيو يرات وحيابا صابتو النقضين وحكم إذا وعيقلين تعلم هذا إيو هيا تلامر بالمعروف أنه يعاني المنكر قد إذا وناك فريستي وحمان ريبستي وارنتا سياد وقشقي سيو ما أنت هلكي قفك عايا
إلهي أمر رسولك من دين الإسلام إسقوا سوين دعدان شلو أرن شريم حكى قلما تذر عاي من دين تذر عاي ما أنت وغيران مركل إذا الأمر المعروف كبار ويرين أو رومان أو عرريا ركبا مقالة وقب حيو بحصدي إرجع صادير صدوا يدي شهادة الله يقبض وأن توبت كيري أول إسكدين هاي هدي لا إسكدين لها سيدهم بيسا قصوا على الله هاي واتصالة واقعية ولا شك نحمو قضاء تصيني منكر كي حمانة ومدى كنحمو قطة هدي لا لدك اللهم السي شريعة وافق صن منكر كلا لدك اللهم وناقنا اللوب باهي وناقو إنو بضاني حمانتنا إنا يرانيس واتي بكو هدو حسارن يهي دولة دا يددك ومدى الدين تودا يا الدنيا ذو المسؤول كاك إن الله دجالمان منكراتك يا فواحشته يا حمانها وما ذكر دحمور قف كستو مسلمانا أنت أودي سجاري سنت واجب ساروي أيها المسلمون عباد الله نبي جان محمد عليه الصلاة والسلام هدو أركو قف وحنك الله يا أما السمين يا إسكمل ده في كيرن سامان تيم بلنا ينجم يدا السميات رسولك عليه الصلاة والسلام وكره بكر حمان توانا كوان كير لبطو صالح دين الصوق هذا النوع نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحصام رئيس سوق سلم مسلم صحيح سكوري راشن تولا وميل تولا ونن ويبين يقعان تقلي نبي قو عندنا مبساسي كيرين لكن على مذاك مغدت سنة يا حق هوصي يا حق سرين أنسكم يضاين قعانتي رسولك قيام بيقادي ننكي يبين يبوه رسولك تصور ورام حيوحاني وحدا صابته السماء يا رسول الله ربا هلو كدا اي رسولك اله يو فقال فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس وارك قيان ميادوش سومرس تدكو ساي واركان وكي قيان كويبسن يو كويبسن كي كلنا ويسكدا ايو من غش فليس مني رسولك وحدا عليه الصلاة والسلام قفك الشيق حمانتي صددك قريا وناقي سرو موتيا ضيرو اني قي قيح ورسولك عليه الصلاة والسلام اركلا سومري قبل المي رواي دشاي عدين تاي قبل جيسي كدلويس نبي قويس كمو دافن رسولك عليه الصلاة والسلام حولي اتق الله واصبري رواه البخاري ومسلم قبل الهي كبقو صبر قبل قلنا اسك قدلتك قيل اذن ايوه انت ان اسك دا قولي ايو كنقو والكوار رما هديش قدائن وضقبان لحين انت اودين يا قونتين واي قاري سنتعي الهي دينتي سكر بين قول لحين أفعاشي أقواش إلهي رهلي قلين يساعد إحنا نكون بضان لهين إنت حنا إلهي كعريسين يساعد بركة لان سبب نقون إسانا ويران لهين وحي نقول لهين تشيل يا أمت لم إذا أما بس لصفة صحابة الرسول كيني محمد عليه الصلاة والسلام والربي وهكذا كان الصحابة حماني منكر أركان ميدا في كيرين يا علماء الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى خد بلاد صوص عضاء وحان كجهد للدونا نظام الحسبة في الإسلام يبل سوقية ذا إسلام كا ذات كي كه وقلي شري كشقين شري إصلاح الدنيا الناس والدينهم يكتب تعلم دعاء كقرآن تاسو موجين إسلام لبار ريمود أرجع كوبا دعاء دين الإسلام هنا تدين الحياة دين تنرش والردين كوا علمانيين تورانية دين توا عباده إلهي أدون كنو دحي سنولوش شقكم الله أرين طلبات أي دليل طهين وحوية سيدا السوقية دا مسلمين تيوهر أمر سنان شرين والنظام سنان شرين مركي وشرين نظام الأمر نظام الحسبة والأمر المعروف أنه على المنكر ما أنت وحبذنا أين السلوق أينين وعرقنا ما أين مقليننا سيبتيد أي تهي إن لضيعي واجب كنو عاسية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهد ضال المسلمين وعلم جاهلهم وأصلح أمورهم واجمع كلمتهم على الحق المبين يا رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.